نتكلم أكثر عن الأسواق مع ضيفتي من دبي أنيتا يداف، الرئيسة التنفيذية لجلوبال كريدت أدفايزرز. أهلا بك معنا سيدة أنيتا. إلى أي مدى تتوافقين مع هذه التوقعات اليو بي اس أنه سيكون هناك فرصة للاس ان بي 500 في هذه المرحلة أن يرتفع إلى 4800 نقطة إذا ما خفت التوترات بشكل بسيط نوعا ما؟ هناك فرصة مؤكدة لأن يكون اس ام بي عند أعلى من المستوى الحالي، فخلال فترات الحروب كل المتداولين عموما يتعاملون مع الأمر على أنه عطلة نهاية أسبوع طويلة، وبالتالي عادة يخففون محافظهم خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم يعاودون الشراء يوم الاثنين والثلاثاء، وبالتالي نحن رأينا تقلبات يوم الجمعة، والسبب هو أن المتداولين لا يحتفظون بمراكزهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأوقات المشابهة للوقت الحالي الذي يشهد حربا عاصفة. وبالمجمل هذه الحرب سوف تؤثر على النمو العالمي، لكن ضمن منطقة اليورو هذا الشيء واضح، وعند نهاية الحرب سنعود إلى شيء من اليقين في السوق، وأي تراجعات نراها حاليا نتوقع أن يخف هذا الوضع بحلول نهاية العام. إذن قد يكون هناك تراجع في السوق خلال الربع الثاني، لكن نتوقع للنصف الثاني من العام أن يكون في وضع أفضل. طيب سيدة أنيتا، سريعا، لا نعرف متى ستنتهي هذا الحرب، ولا أحد يعرف يعني ما هي أو ما هو مصير هذه الحرب في هذه المرحلة. إذا ما استمرت لوقت طويل، هل ستبقى التقلبات برأيك بنفس الحدة في الأسواق، أم سيكون هناك حالة من التعود على هذه الحالة من عدم اليقين؟ حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب تختلف عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة والتي اعتاد عليها الناس، لأنه خلال الحرب يمكن للقرارات السياسية أن تتغير وأن تغير نتيجة الأوضاع، وبالتالي لا أتوقع للتقلبات أن تتراجع أو أن يقبل الناس السيناريو الخاص بالحرب، بل التقلبات ستستمر. ولكن أنا آمل أن هناك طبعا وجود جولة ثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، آمل أن لا نشهد تصعيدا في الحرب. سيدة أنيتا يداف، الرئيسة التنفيذية لجلوبال كريدت أدفايزرز، أنا أشكرك جزيلا الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم.